السلام عليكم. طرائف الترجمة في اللغة الإنجليزية، الترجمة من الإنجليزية إلى العربية. كلمة الجوع في الإنجليزية يمكن أن تترجم إلى كلمة عطش في اللغة العربية. مثل he was hungry for knowledge. He was hungry for knowledge. كان متعطشا للمعرفة. اثنين، كلمة أكل تترجم إلى شرب في اللغة العربية أحيانا. كلمة أكل تأتي بمعنى شرب في اللغة العربية أحيانا، مثل he ate the soup، شرب الحساء أو شرب الشوربة. ثلاثة، قد يتحول الضوء إلى ظل عند الترجمة إلى اللغة العربية. In the light of current events. In the light of current events، في ظل الأحداث الراهنة أو الجارية. فور، أربعة، قد تتحول السخونة إلى برودة عند الترجمة من الإنجليزية إلى العربية. The news warmed my heart. أسلج القلب صدري أو أسلجت الأخبار صدري. 5، قد يحل القلب محل الرأس عند الترجمة من الإنجليزية إلى العربية، مثل at the heart of our priorities، على رأس أولوياتنا أو على رأس اهتماماتنا. الأول، 6، كلمة here يمكن أن تترجم إلى نظرة وليس سمعة، مثل the judge heard the case، نظر القاضي في الدعوة.